رحيم المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج إشراقات الغد، وسعداء أن نتواصل معكم وتتواصل سلسلة حلقات هذا البرنامج، وبالتأكيد تتعدد المحاور، يتعدد ضيوف هذا البرنامج وفقا لرؤى متباينة، ولكن في النهاية نأمل من خلال هذه الحلقات أن نشكل رأيا عاما حول قضية السلام لما لها من أهمية، وبالتأكيد هذه الحلقات من خلال ضيوفها بتباين أفكارهم ورؤاهم أيضا نتمنى أن تسهم في رفض التفكير الجمعي لأهل السودان فيما يتصل بعملية السلام التي ما زلنا نبحث عنها، نتمنى أن نصل فيها إلى نهايات سعيدة بفضل الجهود المخلصة لأبناء الشعب السوداني كافة. إذا مرحبا بكم في هذه الحلقة، وأسعد كثيرا في أن أرحب بضيفين عزيزين معنا الآن في هذه الحلقة، الأستاذ تاج الدين صديق جمال الدين من مؤسسي هيئة محامي دارفور ونائب رئيس منبر المجتمع المدني الدارفوري. أستاذ تاج الدين السلام عليكم. أهلا مرحبا مرحبا، يعني أنا سعيد جدا أكون معكم في فضائية الشروق، وهي فضائية منتشرة وفضائية لها يعني مستقبل إن شاء الله. نعم، أيضا نرحب بالباشمهندس صالح عبد الله أحمد نائب رئيس مركز إشراقات الغد، إحنا سعيدين جدا بهذه الاستضافة. شكرا الأخ العزيز، نحن يشرفنا اليوم أن نلتقي بكم في قناة الشروق، ونتمنى يعني الحلقة تدي إشارات للمواطن السوداني وللمستمع، حاجة تنفع السودان والعالم أجمع. شكرا. إن شاء الله. أستاذ تاج الدين، بالصفة القانونية بالتأكيد السلام لديه مساحات في القوانين والدساتير إن كانت محلية أو عالمية، خلي هذه يعني الفزلكة القانونية تبقى مدخل لحلقتنا في إشراقات الغد. والله أنا أفتكر السلام قبل ما يكون هو في القانون، يعني هو السلام اسم من أسماء الله سبحانه الله تعالى، والسلام هو أساس الحياة. يعني بدون سلام ما حيكون في تنمية، ما حيكون في قانون، ولا حيكون في تعامل بين الشخص والآخر. لكن فكرة السلام مهم جدا طبعا، يعني ما في بلد بتتطور إلا يكون في سلام. عشان كده في منظمات دولية شغالة في السلام، في منظمات إقليمية شغالة في السلام، في منظمات محلية برضو شغالة في السلام. عشان كده السلام مهم جدا الناس يتعاملوا معه، وبعدك حتى القوانين ذات السلام طبعا يفترض يكون في قوانين عشان تنظم السلام وكده. نعم، بما أننا الباشمهندس صالح بنبحث عن سلام، معنا أصلا كانت في حرب، ومعلوم للكافة الحرب اللي نشطت في مناطق وجغرافيا مختلفة في السودان، إذا كان في دارفور، في النيل الأزرق، في جنوب كردفان وأجزاء أخرى، نتمنى أنها تخمد يعني نيران هذه الحرب إلى الأبد، يعني بفضل الجهود المخلصة اللي تكلمنا عنها وما زلنا بنكرر فيها الكلام ومناداتنا بالسلام. بتقديرك يعني المدخل للسلام يعني هل هو المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات ومن ثم تنفيذ يعني بنود هذه الاتفاقيات، ولا بحسب تقديرك انه في مدخل ثاني ممكن يكون مدخل مناسب وموائم وملائم للسلام؟ شكرا جزيلا مرة أخرى. السلام عملية هي صمام الأمان لعيش الرجل الإنسان بسعادة في هذه الدنيا، وكل الحروبات أو المشاكل التي حدثت في أطراف السودان سواء كانت في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب كما كانوا، أو في النيل الأزرق أو في جنوب كردفان أو حتى في الشمالية، كلها أشياء مرتبطة بعدم كفاية الموارد المالية ليعيش الناس في عدالة وفي سعادة. وأنا أفتكر السلام صحيح ثورة ديسمبر أتت بالحكومة الجديدة، حكومة الثورة، حكومة حمدوك، خدتوا أولوية قصوى تحقيق السلام في السودان خلال 6 شهور، لكن بالموازاة مفروض التنمية تمشي أسرع، لأنه المواطن العادي الذي يشيل السلاح ويحارب أخوه أو يقتتل لو وجد فرصة يلقى دخل طيب من
من مؤسسات اقتصادية أو استثمارية أو مؤسسات تنموية تشغله وتكفيه حاجته من الغذاء والطعام والسعادة في الدنيا، ما بيلجأ يمشي يلجأ يحارب أخوه عشان ياخذ حقه بالعنف يعني. فأنا أفتكر التنمية مفروض هو اللي يكون السبب في استقرار الديار. يعني الدول المتقدمة زي السويد ما أفتكر في زول مش يحارب له واحد، لأنه دخل الفرد قريبة $9,000 في الشهر، يعني ما له مال الهوس. فأنا أفتكر التنمية أساس السلام والاستقرار والأمن. حتى زول داير يتعبد لما يكون ماكل كويس وشارب كويس ويكون فرصته للعبادة أفضل. نعم، بالدليل يعني الإنسان أصلا بطبعه محب للحياة، فمحبة هذه الحياة بالتأكيد يعني لها مقوماتها، فالإنسان ما بيلجأ لخيار الحرب إلا إذا ضاقت به. فنتمنى أنه يعني يتحقق السلام حتى أنه الناس تعيش في هنا. إلى أي مدى تتفق مع وجهة النظر اللي بتنادي بأنه أول بتقول تفضل بال البشمهندس صالح في أنها المدخل للسلام، المدخل الحقيقي هو التنمية، تكون في تنمية في أجزاء السودان المختلفة، الناس تعيش عيش كريم، بالتالي أسباب الحرب بتكون انتفت وبالتالي تحقق السلام. أنا أتفق مع أخونا صالح في جزئية محددة في حتة بتاعت التنمية، لو في تنمية أصلا ما يكون في سلام. لكن المشكلة إحنا مشكلتنا مش في التنمية، مش أجاب الحرب. هو طبعا نتكلم عن سلام، معناته كان في حرب. الحرب جاب النتيجة بتاع كان ما في إدارة بتاعت موارد، إدارة صحيحة وسليمة. بعدين عندك السودان ده مثلا مترامي الاطراف وفي الشرق الغرب وغيره، في بعض المناطق تشعر فيه ظلم عشان كده شالوا السلاح. عشان كده التنميه لو في تنميه يفترض تكون متوازنه، يعني ما تكون جهه فيها تنميه وجهه ثانيه ما فيها تنميه. على هذا الاساس في الجزئيه الاولى انا متفق معاك، لان لو في تنميه حقيقيه اصلا ما يكون في حرب، ما يكون في بتاع. لكن اخوانا عندنا مشكله حقيقيه في السودان، ان احنا عندنا قبور الاخر ده ما موجود. يعني عشان كده انت لو دار تعمل السلام يفترض يكون في سلام، مش الناس شايلين سلاح بس. حتى السلام الداخلي ده مهم جدا، السلام مع النفس مهمه، السلام مع الجار مهمه، السلام مع الاخر مهم. يعني انت بتيجي مثلا دار تقول والله يا اخي خلاص النظام الفاد البايد اي نظام فات وبايد وغيره، لكن برضو في بشر وفي ناس بتاعه، وانت عامل شعارك حريه سلام وعداله. السلام ده يفترض يكون مع كل الناس، وتكون في عداله عشان الناس كلهم يكونوا عايشين مع بعض وتقبل الاخر. والزول لو عندك غبينه، عندك في من مقولات المهدي بيقول والله الفشة غبينته خرب مدينته. عشان كده بالضروري يفترض يكون في غباين وتفشى بالطريقه غير قانونيه او غير علميه. نعم. طيب باشمهندس، يعني في اتفاقيات كثيره توقعت على ذكر النظام البائد، يعني جلس مع حاملي السلاح او حركات الكفاح المسلح ووقع معهم عدد من الاتفاقيات في منابر مختلفه وفي البال كثير من العواصم الافريقيه اللي احتضنت هذه المفاوضات، لكن في النهايه لم تفضي لسلام يعني بشكل او باخر. وبندلل على الحاجه دي انه الان احنا بنبحث عن سلام في منبر جوبا. بتقديرك يعني الاتفاقيات الفاتت اذا كان يعني من شق الحكومه او حركات الكفاح المسلح، شنو كان بنقص عشان تصمد وما تخلينا تاني نبحث عن السلام من جديد؟ والله انا تخصصي في مجال هندسي انتاجي، وانا مواكب اتفاقيات حتى بتاع دارفور من 2004 5 في انجمينا وابشه وابوجا والدوحه وغيرها والاتفاقيات الحسجات واتفاقيه الجنوب الاولى 72 وثاني، كلها انا مواكبه. انا ما غصت في ليه ما نجحت، لكن غالبا واحد من الاطراف ما كان يكون جاد، عدم الجديه. بالنسبه لاتفاقيه دارفور بتاع ابوجا بالتحديد، الناس جو بحماس شديد جدا، والمقررات المفروض تنفذ لو نفذت 20% منها كان دارفور مشكلته تتحلل، لكن ما قدروا ينفذوها. ما عارف من الحكومه او الناس اللي كانوا قائمين بامره ما قدروا يوصلوا القصه دي لناس مرحوم مجذوب خليفه ولا غيره الناس الماسكين الملف. الان في مفاوضات في جوبا وممكن تمشي حته غير جوبا، انا ما يهمني كثير.
لأن الحكومة والحركات وحتى ناس الشركة الليلة قالوا دايرين لهم حاجة، وبرضو ناس جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق واحدين يقول تقرير مصر. أنا صالح كزول يعني بروفيشنال في الهندسة دي ما قضيتي أنا ولا بتحل مشكلة السودان. أنا نعم. في مشكلة السودان يكون في تنمية سريعة تخلي المواطن يكون سعيد، يكون مقتدر ويتعلم حاجة ويقضي وقته في المليان ويجيب دخل كويس يعيش كويس. نعم. فقصة تمشي تتفاوض وين ومين ده الناس الأبطال والناس اللي بتفاوضوا. نعم. من الحكومة كمن الناس اللي شايلين السلاح. نعم. الباشمهندس يعني في معرض حديثه ذكر جوبا، وجوبا الآن يعني بتقود مبادرة بقيادة رئيس السفير في أنه يجمع أطراف النزاع في السودان، ممثل في الحكومة و حركات الكفاح المسلح، وبالفعل بدأت هذه المفاوضات وستستمر إن شاء الله حتى تحقق المأمول في السلام. الناس تكلموا عن جوبا كمنبر يحتضن هذه المفاوضات، بتقديرك هل جوبا المكان المناسب؟ قبل ما أتكلم عن جوبا كمنبر هو مناسب ولا مناسب، ليه الاتفاقية الأولى فشلت؟ بالنسبة للسؤال السابق نعم. أنا أفتكر إرادة سياسية ما كانت موجودة لا من الحكومة ولا من الحركات. الطرفين ما عندهم إرادة، والدليل على ده ما خاطبوا القضايا الأساسية بموجب الناس شالوا السلاح. يعني ما القضايا الأساسية بتاعت شالوا السلاح، التهميش، الظلم الاجتماعي كده، لكن اختصرها فوق الوظائف، عشان كده واحد بيجي وزير وغيره وتا. أما القضايا يعني الأساسية أشبه بالمحاصصات، إنك تتحصل على وظيفة وظائف، يعني كلها لا وظائف وبتاع. عشان كده القضايا الأساسية حتى الجنود، مثلا على سبيل المثال عندنا أخونا مني لما جه وقع والجيش بتاعه رجع شال سلاح. عشان كده انت يعني لو خاطبت القضايا الاساسيه، القضايا بموجبه شلت سلاح وعداك حصلت تنميه حقيقيه، ما حيكون في 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 في, في, في اشكاليه بكون في سلام. نعم. بعدين تكون في اراده من الطرفين. برجع لسؤالك، افتكر جوبا هي طبعا مناسبه. ليه؟ اول حاجه جنوبي جوبا هي جزء من السودان، يعني نفسي انت لو مشيت جوا بتلقى نفسك زي انت قاعد في داخل السودان، وهو اصلا يعني الانفصال ذاته كان نتيجه بتاعت في ظلم اجتماعي حصل على الناس جنوب السودان، عشان كده انفصلوا اختاروا الانفصال. الانفصال عشان كده هو احنا جوبا زي السودان حاجه واحده يعني، عشان كده افتكر مكان مناسب. لكن لو برضه ما في اراده سياسيه بين الاطراف ما حيكون في سلام مستدام في المستقبل. نعم. احنا بنتواصل وبنمضي في الحلقه دي من اشراقات الغد، وفي معيتنا المشاهد الكريم، والحديث عن السلام هو يعني العظم الاساسي للحلقه. الجلوس للمفاوضات في الغالب الاعم بالنسبه للمشكلات السودانيه والبحث عن السلام بيكون خارج السودان، والدليل على انك انت ذكرت يعني جوبا، ذكرت ابوجا، ذكرت اثيوبيا، ذكرت الدوحه وغيرها من المحطات. هل السودانيين عاجزين في انه يحلحلوا المشكلات داخل البيت السوداني؟ لانه في الفتره الاخيره في اصوات بتنادي انه ليه المفاوضات دي، خاصه انه حاملية السلاح او حركات الكفاح المسلح هي ذاتها كانت جزء من التغيير الحدث وجزء من الثوره، فشنو اللي بيمنع انه يجوا ويعقدوا هذه المفاوضات في الخرطوم او في مدني او في كاودة او في غيرها من المناطق؟ هل احنا بنحتاج دائما لانه لازم يكون في وسيط بيناتنا عشان نقدر نصلح الحال ونصل لسلام؟ والله انا زي ما قلت لك يعني خالي الذهن في موضوع المفاوضات والسلام وغيره، لكن انا كنت في محل الاخوان حاملين السلاح، كان جيت السودان ميدان اسمه ده القياده العامه وقدت الشعب زي ما عملوا ناس الاصم وغيره. ما كنت بقعد برا لما ديل يستلموا سلطه وبعدين يجي يفاوضوني، كان في الداخل والخارج. انا صالح ده اللي كنت منه، وضربت لواحد من اخواننا في لندن، قلت لهم يا اخواننا ساحه فاضيه، انتوا ناس قدتوا نضال ضد حكومه عمر البشير 15 سنه، وهسه الساحه فاضيه، الجاي منكم يقود الشباب السائرين ديل. لكن هم جو بقيادات، يعني في اخونا اشر ده جاكم هنا وهو من القيادات الوسيطه، لكن القيادات الفوق ما جو وكل تقديره، وكون فاوضوا في جوبا ولا في الخرطوم ولا في الفاشر، انا صالح ده ما شايف في حاجه مهمه يعني، ما عارف هم دايرين ضمانات من منو يعني. حمدتي ده ما زول جاسف بنفسه وكان حارب الحركات المسلحه، وهسه هو جاسف بنفسه، عمر بشير جابه عشان ينقذه وانضاف للشعب يعني، ما هو برضه البشر ممكن كي يضربوا طلقه يعني.
هم ذاتهم المفروض يجي يقودوا البلد يعني. ما شايف هم حتى الحركات كلها نداء السودان ده فيه ناس عقار وناس حلو وناس جبريل وناس مني خلاص يعني، وهم ماسكين الحكم يعني. نداء السودان ده حتى الترشيحات بتاع الوزراء نداء السودان يجيبوا ويأتوا تجمع المهنيين وكده. نعم. وانا افتكر ثاني حاليا ما يضيعوا وقتهم كثير في جوبا ولا غير جوبا، يجوا ننقذ السودان بتنميه متوازنه، دوله متقدمه، السودان في موارد كثيره جدا ما في الدول الثانيه. عندنا المويه، عندنا الذهب، الارض، عندنا المويه، عندنا الذهب، عندنا الانسان، الصمغ العربي نحن نمبر 1 في العالم، القطن نحن كنا نمبر 1 في العالم، انسان السوداني ذاته يعني. انا شفت التنميه الديفلوبمنت اللي حصل في الشرق الاوسط ده 90% كانت سودانيه يعني. مرقني حمزه ده مهندس، اول مهندس لبلديه دبي، هسه دبي بقت مدينه نمبر 1 في العالم يعني. وانا عارف محجوب العبيد ده، واحد كان درسنا نحن فيزياء في جامعه خرطوم، لما يتخرج من الجامعات الامريكيه دخلوا وكاله الفضاء الامريكيه عشان يودوا الناس والقمر وكده. فنحن عندنا مقدرات، بدل نضيع وقتنا في سلام ما سلام، يجوا الحاجه دارينا يسووا فينا ونحن مستعدين يعني. لانه نحن برضه يعتبر الناس قاعدين 30 سنه ده داخل السودان يعتبرونا تبع النظام البايت ولا غيره، لكن خبراتنا نديهم ونحن تاريخنا معروف، ما اكلنا مع السود. لكن هم ما يضيعوا وقتنا في السلام والسلام، الست شهور ده على الاقل يستغلوها. نعم. انا اتمنى يعني سلام ده الفيلم ده ينتهي بعدين نجي للتنميه. نعم. حنجيك راجعين لمسألة الكوادر السودانية وإلى أي مدى هي يعني مطالبة، فإنها كل إنسان في مجاله يجي عشان ما يسهم في بناء السودان بعد الاستقرار اللي بنأمله، بعد السلام اللي بنأمله إن شاء الله، عشان كل زول يعني يدلي بدله أو يرمي بسهمه في مسألة تنمية السودان اللي بنحلم به كلنا كسودانيين. أستاذ، يعني لو طرحنا نفس السؤال في إنه هل المشكلة السوداني دائما يحتاج لوسيط، وهل دائما يعني البحث يبقى عن السلام في منابر مختلفة خارج حدود الوطن، ولا بيبقى في الإمكانية في أنه يعني يمكن يكون داخل حدود الوطن ويبقى من غير وسيط؟ شوفوا، ممكن يكون يعني بدون وسيط، لكن الثقة ما موجودة، ما متوفرة. عنصر الثقة، عنصر الثقة ما متوفرة، على هذا الأساس لابد يكون في وسيط. يعني مثلا أخونا حميتي ده ما أصلا هو كان جزء من النظام، وبعد ذلك هو جزء زو شاي سلاح عنده قوة، عشان كده ضامن هو حياة منفذة. لكن الاخرين ديل ما يكون جزء من النظام، وعشان كده ما عندهم الصيغه، عشان كده طلبوا وسيط عشان على الاقل السلام اللي بيجي ده يتنفس. نعم. طيب التنميه اللي بنتكلم عنها قبل ما يعني نرجع لمحورنا او للنقطه المتعلقه بالعقول المهاجر او الكوادر السودانيه اللي اسهمت في بناء كثير من الدول في مجالات مختلفة، إن كان في العسكرية أو حتى في الجوانب التنموية المتصلة بالاقتصاد أو غيره، أو البنى التحتية حتى لدول. لو اتكلمنا عن مفهوم التنمية، هل هو طريق ومستشفى مدرسة هذه، ولا بتفتكر أنه مفهوم التنمية أشمل من كده؟ والله التنمية بمفهوم الأفضل الإنسان، الإنسان المتعلم بعرف مصلحته يعني. حتى في أوروبا مثلا الديمقراطية لما ينفذوها، أنا كنت رئيس حزب معارض، أنت رئيس الحزب الثاني، لو فزت علي أنا لا معمل فيك انقلاب ولا بشتغل ضدك، بجي بعاونك. ليه؟ لأنه أنا متعلم، عارف مصلحة بلدي، وعارف أنتظر 4-5 سنة الدور بيجيني وما بعكسك. وأنت برضو ممكن تعين من حزبي ناس في الوزارة وكده. نعم. لأننا فاهمين. لكن التنمية هنا لو في فرق كبير جدا بين الناس، في ناس ما متعلمين ونحن في ناس متعلمين، يجوا يعملوا مثلا المفاوضات الحسة بيسووها ده، قادة الحركات الكساء المسلح يجوا ويوقعوا يكتبوا كلام ما بنزل تحت هنا، الراعي والمزارع اللي هناك اي واحد ما بعرف يكتب اسمه ده قاعدين في خطوطهم بتاع سنة 70. ما بفهمه انا لما انمي هذا الرجل يتعلم على الاقل مستوى ثانوي، بيقدر يفهم الماشي شنو، انه قتل النفس بدون وجه حق ده بودي النار، يعرف الجنه والنار، انا زول مسلم، انا زول سوداني مفروض اعيش مع كل الناس، كلنا من ادم، ده كله فهم بالتعليم. فالتنميه اساسه هذا. لكن التنميه القريبه بالنسبه للدول الناميه الان،
أول حاجة مشاريع الطرق، عشان شنو؟ أنا لما أنتج لي مانجا في جنينة يتباع في بورسودان في الخرطوم بنفس السعر، ما يكون الدستة في جنينة بجنيه وتجد الخرطوم ب 70 جنيه و 100 جنيه. دي واحدة. مشاريع الطرق، نحن السودان ملتقى طرق من القاهرة لكيب تاون، خطة قومية عالمية، مفروض الطريق ده يتعمل، وبنك الإسلامي للتنمية جدة ممكن يموله. عندنا طريق من بورسودان لليغوس، دي كلها طرق يعني مخططة وقاعدة، مفروض نسويها مع الدول الكروسنج ده. لو نحن اجتهدنا ممكن طوالي هسه ممكن بنك الإسلامي للتنمية أيام شهور، وقبل كده أنا كنت رئيس مجلس إدارة بتاع بنك الغرب، وقعدت مع المحافظ بتاع الأمين العام بتاع بنك الإسلامي، ممكن يستعد لوزارة المالية السودانية طلب يعمل أي كمية من الطرق الطويلة، ما الطرق القصيرة جوا المدن وكده. كذلك السكة حديد، السكة حديد الإنجليز جابوا لقاية مشروع الجزيرة عشان يودوا القطن الاقتصادي. نعم. عبود كتر خير ووصل لنيالة ولواو. بعدك وقف. الحكومات اللي جات بعدك 63 سنة ده كله بيتجادلوا في أنا أركب في الكرسي أنا في الكرسي. لو السكة حديد ده مدوه لكل أطراف السودان، يعني ودوا خلاص يعني وسيلة سهلة ونقلها سهل وإدارتها سهل، بتشيل كميات كثيرة جدا من البضائع، ممكن الإنتاج محل ما مشى تمشي. الصناعة يعني هسه رأس الكوميسا هسه بنك الأفريقي للتنمية، نعم. حتى المنظمات المحلية اللوكال ديل ممكن يدعموا، أنا عامل لي طاقة شمسية ولد كهرباء طاقة شمسية ولد كهرباء بطاقة الرياح، نعم. وممكن البايو غاز دي كلها ممكن انا انتجها في الريف، يعني الشمس موجوده والهواء موجود وغدا، نعم. ممكن اخلي اي مزارع مثلا انتج فول في الضعين يكون عنده مصنع صغير، اولاده مين ينتج زيت ويبيع بسعر عالي جدا، بدل يودي فول خام نعم. ويجيب له ثمن بسيط جدا وهو يشتري 20 شوال ممكن ما يجيب له، نعم. احنا حنتواصل يعني الحديث يعني عن الشق الاقتصادي والقيمة المضافة بالنسبة للاقتصاديين امر مهم جدا، فبهذه يعني العقلية وبهذا التفكير بالتأكيد ستتحقق هذه الاهداف. سنتواصل معكم في هذه الحلقة من اشراقات الغد، ولكن بعد هذا الفاصل تكرموا بالبقاء معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا بنتواصل في هذه الحلقة من إشراقات الغد وضيوف أعزاء معنا والحديث عن السلام بأبعاده المختلفة. نرحب بكم ونرحب بالضيفين داخل الاستوديو. لو رجعنا يعني عشان ما نكمل الحديث فيما يتصل بأمر التنمية وتطوير القدرات البشرية، قد يعني يقول قائل إن السودان الآن يعاني أزمة اقتصادية طاحنة، وهي كانت واحد من الأسباب اللي حركت الشارع وجعلته يخلع النظام السابق. فالحديث عن طرق بهذا الفهم يعني تقطع الفيافي والودوان اللي تربط السودان بدول أخرى، قد يكون ما بمقدور الحكومة الآن حتى يعني تنفيذ طرق داخلية، فما بالك بطرق قومية أو كهرباء وطاقة وإلى ما ذلك. نشكرك مرة ثانية، لكن أنا قلت لك ما الطرق ما بيسووها بالإمكانيات المحلية ولا بدخل السودان، في منظمات عندها فلوس مستعدة تعمل الطرق القومية لمصلحة الأريا يعني المنطقة، يعني مصلحة الشرق الأوسط لمصلحة إفريقيا، في طرق قومية ممكن تربط من ليغوس لغاية بورسودان ومن القاهرة لغاية كيب تاون، وده طريق مدروس والمنظمات عارفينه. وعندنا نحن البنك الإفريقي موجود جنب في شارع القيادة موجود يعني، ورئاسته هنا، والبنك الإسلامي للتنمية جدة ده بس وزير المالية هو المحافظ بتاعنا، لو طلب أي طلب في الطرق، وأنا قلت لك قبل كده قعدت معه الاسم ده، قال بس وزير المالية عنده قلم حاجة كده بكتبها بأسلوب معين فورم يجيبه طوال أي طريق ننفذه. الحاجة الثانية في حاجات مثلا منظمة الكوميسا اللي هو دول شرق ووسط إفريقيا
عندهم ميزانية كبيرة جدا حتى الإيجاد يعني. أي الإيجاد يعني في منظمات كثيرة، بس ناس حكومة حمدوك دي تفرغوا أنه يخاطبوا الناس ديل عشان يجيبوا لنا يعني التمويل، والمشروعات دي مدروسة جاهزة. يعني هسه أنت لو مشيت المؤسسة العامة للطرق أي طريق دايره، مش الطرق القومية الطويلة، طريق لو داير لك أنت طريق بين مثلا محمد جول وبور سودان تكون مدروس. بعد ده التمويل تجيبه من وين؟ ده الموضوع الثاني. التمويل إن شاء الله بيجي يعني من المنظمات العالمية أو السودان ذاته، ربنا يبارك فيه. في أشياء تنموية سريعة، طاقات الشباب الجماعات وفي القيادة العامة وفتحوا صدورهم للسلاح وغيروا النظام السابق ده، ممكن أنت تسخرهم في نفير مثلا يزرع لك خشب في كل السودان، أي محل يقوم فيه خشب تدي بس ثمار ويمشوا مع بذور، بذور بس يمشي يشتتوها مع العمد مع المشايخ مع النظار في الريف، يمشي يشتتوها. ممكن لقيت القطن ده اللي هو بتعمل مشكلة، يمشي الموسم بتاع حصاد السمسم، ممكن تقول والله المدارس مثلا الجزيرة ولاية كسر يمشي حصاد السمسم، لأنه السمسم توقع في لحظة بسيطة بدل العمال يزدروا وكده ومشوا الذهب وكده. يعني في خير كثير جدا في السودان ده ظهر فيه، في تعدين بتاع ذهب هسه ظهر. الاشياء دي كلها لو الحكومه الجديده وجهت على اساس انه تعمل تنميه سريعه، بدل نقعد وكدنا كله سلام 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 ونعجل لنا شهر ثاني سلام وكده بكون عملنا حاجه كويسه. بارلل مع ده يمشي برضه التنميه البشريه اللي قلناها اللي هو قصه التعليم والصحه والبيئه والحاجات دي. يعني هسه البيئه ده انا ليله بقرا لي في بريطانيا قال السنه اللي فاتت 2019 370 ألف طلبة وغيره اتطوعوا لنظافة بريطانيا. بريطانيا ذات نظيفة لكن دارين نظيفها زيادة. احنا نعم. ممكن 2-3 مليون نفر يقول والله الأسبوع الجاي ده أسبوع النظافة، ناس البيض ينظفوا، ناس الفاشل ينظفوا، ناس السودان ينظفوا، بلد زي الناس يقول والله واحد تاني ما يرمي شنو صور شنو بتسموها ناس التلفزيون عموما النفايات يعني. اي انا ما اكل لي موز واجدع في الشارع ولا قوارير او غيره، بسموه صور مقلوبه ولا حاجه كان يسوى برنامج. فممكن في اشياء الطاقات بتاع الشباب الوقفه على الثوره ده تستفيد منهم في انتاج كبير جدا في اشياء كثيره جدا. يعني استاذ يعني الباشمهندس بيركز على العنصر البشري، والسودان يعني تصنيفه من الدول الشابه لانه اكثر من نسبته يعني من نسبه سكانه اكثر من 60% او يزيد هم من الشباب. فهذه الطاقات يعني وعنصر الشباب والمراه وغيره من شرائح المجتمع المختلفه، الى اي مدى يمكن انه يحدث التغيير المطلوب اللي بنتكلم عنه بهذا الفهم الكبير، والى اي مدى يعني تستغل هذه الطاقات الكبيره؟ لكن يصبح التعليم واحد من يعني المفاتيح لهذه الطاقات الكامنة في السودان. شوف أنا أفتكر التعليم والتدريب والتأهيل هو مهم جدا بالنسبة للإنسان وبالذات في السودان. لكن دار أنا دار أقول أرجع للحتة بتاعت التنمية المتعلقة بالطرق وكذا، عندنا إشكالية فوق التخطيط السليم. يعني أنا بستغرب جدا أقول السودان ده ما في مهندسين ولا شنو. يعني شوف زي العاصمة السودان ما فيها طرق، يعني فيها كثافة سكانية عالية بغيرة، تخطيطها كان مثالي أو تخطيط قديم. عشان كده أنا أفتكر يعني هسي أنت لو حصل بعد الثورة دي حصلت فيه إشكالية بالنسبة للمواصلات، دي نتيجة بتاعت ما في تخطيط. والأسوأ من ده كله عندك النظام البايد أو النظام اللي انتهى أو النظام الفات، الشركات المواصلات ترى تكون شركه حكوميه تشرف على هذه الحاجه، ما فيها لعب. يعني كون تترك الشركه تخليها لشركات خاصه او لاشخاص تقع خطا من الاخطاء الجسيمه. يعني عشان كده هسه انت لو ما عملت يعني لازم ما عملوا تصور بتاع يكون المواصلات دي متعلقه بخدمه قطاع يعني القطاع الحكومي حكومي يفترض يكون حكومي عشان نقدر نسيطر عليه. يعني بعدين يكون في طرق، بعدين يكون مثلا عندك داخل يعني زمان احنا قبل 50 سنه عندنا الترام. يعني هسي عندك بقول هسي ما يكون عندك انت مترو، المفروض يكون في مترو. يعني انت عندك القطار بتاع الانفاق دي لو موجوده في السودان ما يكون في ازمه بتاعت مواصلات وارخص. بعدين عندك العربات الصغيره دي، يعني عربات رهيبه جدا عددها كبير جدا، نتيجه بتاعت انت قاعد بتدعم الزول القني، الزول اللي عنده قروش، الزول الفقير بقى تدعمه في البنزين. يعني هسه البنزين ده لو خليته بالطريقه يعني بالسعر الرسمي افتكر العربات لو عندك خمس عربات بتتحرك عربيه واحده،
واحتمال ما تتحرك ذاتها. عشان كذا افتكر حقه يرفع الدعم من الزاد من العربات الصغيره هي عشان ما يقولوا لنا الشوارع ويجيبوا بصات عشان يحلوا مشكله المواصلات مثلا في السودان في زاد في الخرطوم او في العاصمه القوميه. بعدين برضه افتكر التنميه ما لم تكون في تنميه يعني متوازنه تكون ريفيه ما اكثر من يكون في المدينه، وبعدين افترض يكون في هجره عكسيه من المدن الى الريف. نعم. وده ما ممكن يكون في الا بعد ما يكون في تنميه حقيقيه. لو في تنميه تلقائيا الناس بينتقلوا الى منطقه الانتاج وكذا، وبعدين الريف هو واعد لكن بس ما في مقومات الحياه نعم الحياه الاساسيه عشان ما تغري الناس انهم يظلوا في الريف او من المدن يرجعوا للريف. يس باشمهندس، السودان اتفقنا على انه فيه موارد خيرات كبيره وكثيره جدا جدا، ونشكر ربنا على هذه النعم الكبيره، لكن هنالك سوء اداره لهذه الموارد. فالى اي مدى يعني تصبح الموارد واحد من المداخل المهمه جدا لعمليه السلام؟ والله انا افتكر لو حصلت تنمية لمناطق الإنتاج تحل مشكلة المواصلات. نعم. لو ناس الريف كل واحد يقعد في بلده ويتمتع بالكهرباء ويتمتع بالعلاج الصحيح، يلقى أولاده يلقوا تعليم صحيح، هو ذاته كان داير يجي يسافر من مطار الخرطوم يلقى له وسيلة سريعة بيجي بكره برجع بلده، يعني خلاص يعني ما في زول يجي الزحمة دي. أنا حسب من بيتي للشغل باخذ لي ساعتين ونص مشي وساعتين ونص جاي، يعني خمسة ساعات يوميا من عمري بضيعه على الفاضي ساكن. نعم. يعني دي لو أنا كنت في الريف خمسة دقائق مشي من البيت للشغل، وبكون سعيد جدا في البلد والجو بقى نقي وباكل أكل ما فيه سماد وكده. ففي أشياء كثيرة جدا لو الناس توجهوا ووزعوا الأدوار والتنمية توزعت للريف حقيقة، والريف السوداني كله فيه خير، كله فيه خير. ناس يمشوا ويفضوا العاصمة ذاته، لأنه العاصمة في العشر سنة الأخيرة عندك مريض تجي العاصمة، عندك داير يتعلم، داير يتعلم، داير تأكل ذاته، الأكل ذاته ما في إلا في العاصمة. فناس مدني، يعني أبو سنون ده كان في سر التجار بتاع مدني، عنده مصانع مين في مرنجان، حس جاي في الخرطوم وذاته زحم الخرطوم. كان مدني ده موازي اسمه ده، كان الأبيض ده نحن بسموه عاصمة الغرب، ناسنا واحد يجي الأبيض يبيع تيران وغيره ويرجع كبه في حال الديون كبيرة. الفاشر ذاته كانت بالنسبة لنا نحن في دارفور مدينة كبيرة جدا. هسه كل الناس المقتدر القادر يركب يجي يسكن في الخرطوم، وعملوا سكن العشوائي والامتداد، والحكومة ما قدرت تقدم خدمات لأنه الطرق والناس سكان أكثر من الطرق وما بتقدر يعني. فأنا أفتكر الناس يسعوا بجد يوفروا الخدمات الأساسية والتنمية المتوازية في أطراف الأقاليم عشان الناس اللي يرجعوا محلهم، يعني أي زول يحب يقعد في بلده. أنا عشت في النمسا، يعني في النمسا أنت لو في جبل منو ولدوك أنت وأبوك بيجيبوا لك شعر الزلط ويجيبوا لك الكهرباء ويجيبوا لك التلفون، والصباح بيجيبوا لك الجرايد. في أمريكا لما مشيت الناس بتاع ناطحة السحاب ديل، الواحد يكون ساكن 500 كيلو من نيويورك، الصباح عنده طياره صغيره وسوقه يجي نيويورك، يخلي الطياره في المطار عنده مطار برا، يركب تاكسي يجي يدير تحت السحاب بتاعه في المسا بسوق طيارته ويمشي برقد مع اولاده. وهناك يكون عندهم تراكتر هو وبناته ويحشوا ويطلع زر سامي ويبيع وكده. This is life يعني. نعم. لكن ما ممكن انا يلدوني في الجزيره اجي اموت في الخرطوم، يلدوني في الفاشر يلدوني كله، ما ممكن البلد ما تشيل الناس كله والبلد فاضيه. الصين انا مشيت اي محل في الصين فيه كهرباء وفيه سكة حديد وفيه مويه نقيه، وانا ومرتين عمل لنا صناعه ان شاء الله بلك ونودي المعرض، الصين بيساعدنا في انه التصدير. احنا انا سنه 74 كنت في المنطقه الصناعيه بحري، كنت مدير مصنع الفولاس. المنطقه الصناعيه 99% من المصانع شغاله، نسيج بيشغل لها 9000 عام. الروبي كان بطلع بطاطير وباخذ له 4 سنة. هسه البطاطير الجافه اللي بيجيبوها دي لو باظت بكره تدفع لك 7 مليون عشان تشتري، وما في مصنع شغال. نعم. الا بتاع اسامه داوود بيسوي في البيبسي ودقيق بس، والدقيق ده زمان كان بيسوي مرحاكه سايف، يعني ما حاجه انتاجيه، والبيبسي نشرب مويه من النيل. يعني السودان انتكس انتكاسات اصلا معقول. يعني ناس اسكس، ناس شيت مثل الدستر كان بينتجوا ادميرال ثلاجات، ناس كولدر كان بينتجوا ثلاجات، هسه الثلاجات ليب هير ومين كلها واحده جايه من امريكا ومين. احنا انتكسنا من 74 الى 2020، يعني 26 سنه ده كله ماشيين لورا، تراجع بس. نعم. ماشيين لورا، لازم نرجع اصلنا
والكوادر السودانية اللي بنت الخليج وحسا بنوا أوروبا وبنوا أمريكا والناس القادة بتاعنا ده نتجهوا عشان ننمي الريف، وإن شاء الله ربنا يقف معنا. والشعب السوداني أنا متخيل هو أحسن شعب، لأنه عندهم الأخلاق وعندهم التعاون مع الناس، عندهم الكرم وكده. ممكن ننطلق إن شاء الله. نعم الباشمهندس، يعني عدة صفات للإنسان السوداني أو الزول السوداني بين قوسين، من بين الكرم وما إلى ذلك من صفات أصلا يعني فطرنا عليها، أو بالفطرة لقينا نفسنا إحنا شعب مثالي بهذه الصفات، لكن في نفس الوقت متهمين بالكسل وأحيانا بالتعالي. اتكلم عن أنه يعمل لك جبراك أو يعمل له زريبة أو يعمل له زرع صغير يحشوا فيه مع أولاده ويشتغلوا، أعمال يعني هي أعمال شريفة بالتأكيد، وطبيعتنا بتساعد فيها في انه يكون عندنا زراعه، يكون عندنا تفاصيل، لكن لمجرد انه الواحد فيه متخرج من الجامعه او كذا بتنكر لهذه الحرف والمهن اللي ممكن تكون بوابه او مدخل حقيقي للانتاج والتنميه. وانا فكر التفرد صحيح، الشعب السوداني تفرد شعبي متفرد في تكوينه، والدليل على ده الثوره بتاعت سبتمبر دي ما حصلت في العالم ولا حتحصل. يعني شوف الـ 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 الشباب بالرغم هم اولاد شباب صغار وغيرهم، لكن لما تيجي تلقى العجب يقول لك يا اخي لو عندك خد، لو ما عندك شيل. يعني شوف التكافل. الحته الثانيه شوف الـ 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 وانا قاعد امشي طوال بزور الـ 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 الحراك. نعم يعني ما حصل ولا بالغلط يعني تشعر في تحريش تحرش يعني بين الاولاد والبنات وغيره، كانوا منضبطين. ده باكد لك الشعب السوداني شعبي راقي وشعبي يرجى منه. يعني الحتة الثانية أنا أفتكر المشكلة مثلا في بعض البتاع كان الحرب السبب. يعني مثلا أنا كنت في لو مثلا في دارفور أو في النيل الأزرق أو في كردفان، أصلا مازول أصلا طبيعته هو زول مزارع وبزرع وغيره، لكن الحرب ده خلت الواحد يجي خرطوم يبيع الموية. يعني عشان كده أنا أفتكر الدولة ذاتها كان المساهمة فوق في خلى الناس يهاجروا الى خلت المدن تبقى اكثر جاذبيه. الحته الثانيه انت ما عملت تنميه حقيقيه وعملت تنميه وبعدك يعني مع التربيه وكده، يعني انت اصلا لو تمشي المزرعه بتاعتك وتسوق اولادك معاك وكده يعني تلقائيا الواحد بيجد نفسه، لكن انت لو ما ربيت اولادك كويس بعد تدخلهم المدارس وما قاعد تعلمهم يمشوا المزرعه وغيره تلقائيا حيزدروا العمل اليدوي. يعني لكن افتكر السودان هي منطقه، السودان منطقه زراعيه ورعويه، وغير الزراعه والرعي والصناعه اللي تكون من الرعي والزراعه السودان ما حيتقدم. عشان كده افترض يكون اهتمامنا بالزراعه والرعي والمشاكل الموجوده دي تحل، الناس ممكن يطلع منها. بعدين في حته بالمناسبه نحن جايز يكون السودان اصاب اللعنه بتاعت البترول، يعني غيرت الثقافة بتاعت السودان. يعني هسه انت القمح وما عارف الصفوف بتاعت الرغيف وتاع. زمان كان ما عندنا المشكلة دي، المشكلة كان الناس عايشين على الذرة والكده الدخن ودخن الذرة بأنواع. لكن التغيير الثقافة بتاعت الإنسان دي ذاتها خلقت أزمة بين البتاع، وما التغيير كان في شنو في يعني في حاجات ما جوهرية، في حاجات شكلية. عشان كده دايما السودانيين الناس بيقول لك والله السودانيين ديل بيقلدوا العالم في الحاجات التافهة وحاجاتهم الجميله بيتنازلوا عنها. وده الخطا، يعني انت حقه تاخذ من الاخر الحاجه الجميله الافضل وتتمسك بالافضل الافضل. نعم أي. طيب احنا قبل ما يعني نتحول منك، السودان معروف بقبائله المتعدده وحتى الاقاليم وجغرافيته وطبيعته، المكون القبلي لاهل السودان ممكن يكون مشكله، يعني التنوع الحاصل في السودان ممكن يكون مشكله في انها ما مخلي البلد يعني تنطلق بالقدر المطلوب. العكس، التنوع ده بالمناسبه يعني ممكن يخلي السودان ينطلق، لكن في اشكاليه في اداره التنوع. يعني مثلا والحريه، الشعب السوداني شعب حر، يحب الحريه والديمقراطيه. يعني لو لاحظت في خلال الايام اللي فاتت، الايام البسيطه دي، عندنا بنتنا هديل بالرغم ان احنا ما عرب ولا اي حاجه خلطه، يعني تفوقت وجات الاولى في القراءه العربيه على مستوى العرب. لو لاحظت قبل يومين ثلاثه اخونا حمدوك بقى رئيس الايجاد، قبل يومين ثلاثه عندنا برضو الالغام برضو ادونا رئاستها. يعني شوف الفتره البسيطه بتاعت الديمقراطيه دي الشعب السوداني بدا ينطلق. عشان كده افتكر لو اصل الديمقراطيه دي مشت ليومين ثلاثه السودان ده حيكون حاجه ثانيه. نعم باشمهندس، مسألة الديمقراطية في أنها تكون مغرية لمزيد من الانطلاق ومساحات للإبداع وللتألق كلهم في مجال، وأنت بتتكلم بإعجاب كبير عن الكوادر السودانية اللي نمت دول تانية،
فهل الأجواء دي ممكن تساعد في أنه يجوا عشان ما يسهموا في بناء السودان من داخل السودان، أو حتى لو كانوا مواقعهم هناك ما بتسمح لهم يكون لازم يكون عندهم يعني برضو إسهامهم في أنه يطوروا هذا البلد؟ هو الديمقراطية والحرية عكس الكبت والفساد. يعني يقول أنا أضرب لك مثل، أنا مواطن في زالنجي، ريفي زالنجي، عندي مزرعة، المزرعة دي انت تجيب لي شوية تمويل او انا اجيب تمويل من الناس البر تقولهم ديل واعمل لي توليد كهرباء بطاقة شمسية، ولت منه طرمبات، ازقي البهائم بتاعي لو عندي بقر ولا غنم، ازقي الحشائش الممكن اعمل بها علف للحيوانات، انتج لبن، انتج محصول زراعيه، اعمل مصنع صغير بنفس الطاقه الشمسيه، بنتج مثلا زيوت، بعمل بعصر فواكه. يعني انا ممكن يكون صف انا ذاتي يكون لاند لورد، بخلي الناس يجي يشتغلوا عندي، ما يجي ما يمشي الخرطوم حتى اذا لينجي ما يمشي، بكون انا في غارسيلا ولا في ارولا خلاص بكون بقيت لاند لورد. دل اوروبا هسه دخلت، يعني لو مشيت فرنسا تلقى الويند ميل وتلقى الطاقه الشمسيه شغاله والناس قاعدين في قرام اجدادهم خلوا لهم، ما مشوا باريس كلهم. يعني باريس ممكن يجوا الافارقه الجو مهاجرين ديل ومنه جماعه دارين يشربوا الخمر، لكن المواطنين الاصليين قاعدين في الريف. فانا افتكر يعني في فرصه كبيره جدا السودان يطير ويلحق الدول الثانيه، لانه احنا اول حاجه مويه تحت الوطا عندنا والنيل عندنا والرجال عندنا، بس مشكلتنا الاداره. يعني انا من 56 رفعت علم السودان وانا في ثانيه ابتدائي، ما شفت لي زول مسؤول كبير كده يعني شغال لمصلحه السودان، يا شغال لاسرته، رئيس حزب يا غيره كده. الحكومات العسكريه جات ذاته رؤيتهم كانت محدوده. يعني عبود كان نيته كويسه والوقت ذاك السودان محبوب لكل الناس، لكن العساكر برضه الكباسيتي بتاعهم محدود جدا. لكن عمل، يعني عبود هسه عمل مصانع في الريف السوداني واجتهد وعمل برضه قلت لك زي ما قلت لك اسكا حديد لواء وغيره كده. لكن برضه مشكله الجنوب بالبنيه كده انتهوا. يعني حسن بشير مره اظن جا من كبويته لجوبه وجماعه قال لهم جماعه اتمردوا، الثاني مشى كشحهم يعني خلاص في الاخر الجنوب انفصل. فعساكر برضو عقليتهم ما بتقدر تدير دوله لانه هم محدودين، ما يزعلوا من العساكر. لكن كده اما الحكومات الحزبيه الجاد كلها مجادله في محاصصه وقبيلتي وكده، والاحزاب الكبيره ذاته صديق المهدي ده وارثه من جده يعني ما بكفاءه يعني، وسيد احمد عثمان برضو وارثه، مقسمين السودان الشمال والشرق تبع سيد احمد عثمان وصديق المهدي الغرب، احنا كلنا تحتهم يعني كده. بلد ما بتمشي للحريه، اخلي الزول ينطلق يقدر يالف ويقدر يخترع. الكبت ما في، انا بقدر يعني مثلا تصديق بتاع الطاقه الشمسيه بتاعتي، المنتجات بتاعي ابيعها من غير ما جماعه في النص يسووا له رسوم ويخابسونه ويصادروا منه كده. نعم. لكن الحريه تبقى كامله، لان حتى بعد الثوره ده حتى في الخرطوم ده احنا ما عندنا حريه حركه، ممكن بوليس حركه يجيك ويخوفك وياكل منك، ممكن يوقفك. انا بسوق في الشارع. نعم. ده في ناس لسه في الاستغلال يعني. نعم. عندي عربات تسافر برا تمشي حلفه وغيره وفي النص يشيلوا يعني لسه يعني، وما في دوله ذاتها حتى اللي حتى ما ده لسه سنه اولى حكم، ما قدروا يقبضوا على الدوله، ما قدروا يكونوا حكومات الولايات، ما في سلطات، والناس القدام خايفين برضه من جاك ده. نعم. لانه كل يوم بيشيلوا زول، هم افتكروا انا يشيلوني وما عارف اجيف مع النظام القديم ولا حابي ديل وكده. لكن لازم انا ده رساله برسلها للحكومه الجديده. الشعب السوداني ده شعب خير، حتى الناس اللي كانوا في المؤتمر الوطني، يعني واحد قائد جيش ودوه والي في زمن من الزمن ما جاي عشان مؤتمر وطني عشان فساد، ده برتبته الحكومه ودته. مره عمر بشير قبل التعديل الاخير ده كان ودى كلهم فرقه لحكام. نعم. الولايات بعد ذاك برضه غيروا، الناس ده ما كلهم سيئين، ما كلهم اكلوا الاكل ودوا السجن، لكن الزول الكويس استفيد من خبرته، استفيد من مجاله هو يتدرب فيه. نعم. ما تجيب لك ناس سنه اولى ثانيه يتعلموا فينا وكده والبلد تنهار يعني. نعم. استاذ على ذكر الفساد، هل الفساد
هو لوحده سبب مباشر في كل مشكلاتنا الاقتصادية؟ والله أنا أفتكر الفساد لو ما بقى هو على وحده لكن بيمثل 90%. ما في الفساد طبعا عندك المحاباة جزء من الفساد. يعني أنت الإنسان المفروض يتولى الوظيفة دي عبر المؤهلات والخبرة. نعم. دي بقت ما موجودة. في ظل 30 سنة دي أنا قناعتي الشخصية طبعا. 30 سنة دي أنت ما عندك ولاء للنظام ما حتكون تلقى فرصة عشان تكون في وظيفة أو تنتج أو تكون تاجر أو غيره. عشان كده كل الخبرات والكفاءات هاجرت خارج السودان تبني بلدان الاخرين، ونحن فقدنا البتاع دي بالنتيجه بتاعت السياسات الخاطئه. يفترض اي زول في السودان ده يكون حسب كفاءته وحسب قدراته يجد الوظيفه الدايره دي وفقا لحقوق الانسان، لكن دي احنا ما عندنا. اي تنظيم بيجي داير مجموعته. نخشى ناس قوى التغيير برضه حيكونوا زي ناس المواطن الوطني، حقه ما يكونوا زي ناس المواطن الوطني، يكونوا صدرهم واسع ورحب ويشوفوا الكفاءة السودانية إن كانوا مواطن وطني ولا شعبي ولا أي إن كان طالما هو سوداني، زول كف، زول عنده قدرات، زول أمين، يفترض يتولى الموقع البتاع. نعم. الحتة الثانية أفتكر برضه في خطأ وغيره، لكن الحكومات المحلية يعني عدم تكوين شنو الولاء والولاء والمتولين وبتاع تأثر على المواطن. عشان كده افترض يكون في سرعه جدا لتكوين الولايات دي، اقصد الحكومات، عشان الاقل المواطن يشعر والله في حكومه يعني. نعم. بس مهندس ما بقى لنا يعني كثير وقت، انا دار اديك فرصه انك ترسل رسائل في نهايه هذه الحلقه وفقا يعني لتخصصك اللي بيخدم غرض السلام كليا، فالرسائل بتضعها في بريد منو؟ هي الرسائل شنو؟ كويس. قبل الرسائل في قصه العداله في توزيع الفرص، يعني احنا تخرجنا 72 من كليه الهندسه كل اقسامه زي 101 نفر، جو خطونا في قاعه ويجوا ناس المصالح، هسه السكه حديد دايرين سته مهندس نوعه كده بالنمره بالنتيجه، ما باللون ولا بالقصه ولا بالانترفيو، تمشوا خلاص اتنافستوا يشوفوا النمره انت جايب تو ابر ولا تو لور ياخذوه كده وزعونا. انا حاسه عندي من بيتي اتخرجوا اكثر من 20 زول ولا واحد ما شغل في اقامه السودان، مما اولادنا ده قاموا عملوا اسمه ده 2003 التمرد هوبلس. انا في السودان ما عندي اي شانس اشغل واحد من اولاد وطني طلع في الخارج القاعد كده القاعد شغال قطاع، لكن في حكومه السودان ما اقدر يدق ده. واحد الرساله داير انا اوجهها، اول حاجه نهني اخونا رئيس الوزراء حمدو لغايه حسن، هو لسانه كويس والناس حابينه، يستغل هذه الفرصه. الرساله الثانيه هم ما يقوموا يخوفوا الناس اللي شغالين في الخدمه المدنيه، الخدمه المدنيه والقطاع العام، لانه برضه المرتب بتاع الخدمه المدنيه ده ما بكفي الناس يعني. فذول كونه يشتغل لك 8 ساعات وياخذ له 2000 ولا 3000 جنيه ده ما يحسده، يستفيدوا من خبرته ويحاولوا يرفعوا به شأن الناس. الرسالة الثالثة للشعب السوداني. الشعب السوداني لما تمشي في الخليج يقول لك كسلان وما كسلان. هم السودانيين ما كسلانين، لكن ما في ذول وجههم. المفروض يتوجهوا يتدربوا عشان زيدوا زي اجدادهم، لانه نحن امهاتنا وابهاتنا كانوا بيزرعوا وبيحشوا، مشروع الجزيره ده كان بيجيبوا الناس يلقطوا القطن كده. هسه الحبش هم اللي بيشتغلوا والسودانيين 6-7 يقعدوا في بيت زول ياكلوا يعني. لازم يغيروا العقليه بتاعت انه بتتكل على الاخر، ايوه عمك شغال انت تقعد في البيت تشوف الواتساب اليوم كله وتجيب. واتمنى انه يعني السودان يلحق برفيقاته، لانه ناس رواندا مش خلونا جنوب افريقيا حتى زامبيا، وانا مشيت قريب ده الهند استغل معانا مش حتى طاروا في اشياء كثيره جدا. نتمنى انه نلحق برقبه الدول الثانيه، ونحن رغم ان انا من الذين كونوا الجبهه الاسلاميه القوميه، لكن نحن نشد من اجر حكومه حمدوك، والحمد لله جات، لانه الكلام اللي قالوه عن الفساد احنا ما بنتحمل. كناس شعب سوداني، كناس تعلمنا على حساب الشعب السوداني، ما نتحمل واحد بيفوق مننا ويجي ياكل القروش كلها يوديها ماليزيا ولا يوديها دبي. نعم. يخلي الشعب السوداني يسوي. الحاجه الثانيه برضه للحركات، لازم يعرفوا انه الله خلقنا عشان نعبد وندخل الجنه. كونه تشيل سلاح تقتل مسلم عشان انت تحكم
ده مصيرك ما كويس. نعم. أحسن الناس يرعوا أن احنا من آدم وآدم من تراب والبلد دي تجيلنا. نعم. وكلنا سودانيين نخلي الحرب ونجي الكفو يتقدمنا ويعدل بيناتنا ونحن نلحق بقية الدول. وشكرا جزيلا. نعم شكرا جزيلا أستاذ. يعني في 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 زمن يعني قليل جدا إلى أي مدى أنت متفائل بأنه السلام حيكون واقع في القريب العاجل وفقا للمعطيات الكلية؟ إذا كان الثورة التي جاءت بهذه الحكومة وانحياز مثلا حتى يعني حركات الكفاح المسلح ومساهمتها في التغيير، والآن يعني جوبا تحتضن هذه المفاوضات هنالك بشريات، فأنت إلى أي مدى متفائل بأن السلام حيتحقق إن شاء الله؟ والله لو صدقوا الناس المتنازعين بالذات الناس الشايلين سلاح حكومة زائد حركات، لو كانوا صادقين وأمينين ممكن يكون في سلام سريع جدا. لكن أنا داير أقول أدري سالفي للناس الحكومة والناس الحركات، يعني حق المثال ده ما يكون تفاوض، يعني جلستهم دي حق يكون حوار عشان يشوفوا مشاكل السودان دي يعالجوها كيف. يعني مش التفاوض طبعا بيجيب يكون فيها محاصصات، نعم. عشان كده احنا دارين محاصصات، لكن دارين احنا نشوف جذور مشاكل السودان يعني حلوها. لو نعم. هم بيبقوا امينين وناقشوا لنا قضيه السودان الاساسيه وبعد ذاك المشاكل الحلول بتكون معقوله. نعم. الحته الثانيه دار المواطن ذاته، يعني المواطن ما يتخيل بعصا موسى السحريه دي حيكون في سلام بسرعه، لابد من يصبر. نعم اشكرك جزيلا الاستاذ صالح عبد الله أحمد نائب رئيس مركز إشراقات الغد على أن كنت ضيفا عزيزا علينا، وكذلك الشكر لك الأستاذ تاج الدين صديق جمال الدين من مؤسسي هيئة محامي دارفور ونائب رئيس منبر المجتمع المدني الدارفوري، شكرا لكما على أن كنتما ضيفين عزيزين علينا في هذه الحلقة من إشراقات الغد، ونتمنى يستمر بيننا وبينكم التعاون والتواصل. كما أشكر لكم أيضا مشاهدينا طيب المتابعة لنا من خلال هذه الحلقة، حتى ملتقانا في حلقة الأسبوع القادم، لكم مني وفريق العمل أجمل التحايا، في أمان الله.